السلام عليكم مشاهدينا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج كي كنتي. حلقة جديدة ونجوم جداد وأولى حلقات هذا الموسم هذا غادي نفتتحوا بها مجدي لكم بزاف ديال المفاجآت. كيف ما كتعرفوا في كي كنتي كيوليتي كيكونوا معنا جوج ديال الفراقي غادي نستقبلوهم باش نتعرفوا عليهم أكثر وناديو على الفريق الأول واللي كيتكون من سعاد حسن. أهلا سعاد، مرحبا. رشيد رفيق. سان كلاس. مهدي سكيتو. أهلا مهدي، مرحبا. مشاهدينا هذا هو الفريق الأول وأكيد عرفتوا بأنه فريق ديال سلسلة الخاوة في الضفة الأخرى. أكيد غادي ناديو على سكينة درابيل. أهلا سكينة، مرحبا. ومع سكينة اليوم جانا نجم الفايف ستار طارق برداد. صافا طارق، مرحبا. يلا وباش يكتمل الفريق غادي ناديو كاملين على سي محمد القامة. اهلا وسهلا، مرحبا. يلا مشاهدينا هادو هما الفرق ديالنا وكيف ما لاحظتوا حنا اليوم محتفلين بسلسله الخاوه، السلسله الناجحه اللي دازت في شهر رمضان. غادي نتعرفوا اكثر على الاجواء اللي دازت في هذه السلسله هذه. نتلاقاو من بعد هذه الوقفه القصيره. يا سلام، تبارك الله عليكم وفرحان بزاف لانكم جيتوا عندي دوزت معكم رمضان كامل واكيد المغاربه كاملين. اولا بغينا نقول لكم برافو عليكم. رشيد رفيق جالس مع لي زانفيتي ما والله ما عرفتش واش نبغى ولا نخرج. لا لا كان شي حاجه ولا شي حاجه. اكيد رشيد ولد الدار، دربكم هذا رشيد. السيكتور ديالنا لا بخير. شوف ما غاديش نسولكم واش كتعرفوا بعضياتكم، اكيد لانكم دوزتوا شحال ديال الوقت طلب لكم التصوير ديال الخاوه؟ تقريبا واحد شهرين بحال هكا. شهرين دوزتوا شهرين تقريبا مع بعضياتكم. ولكن باقي ما كنعرفهمش مزيان. ما كتعرفهمش ياك. هذه فرصه لانكم غادي تتعرفوا على بعضياتكم اكثر من خلال واحد الصور اللي وجدناها لكم، نشاهدوها دابا ونرجعوا. نبداو بلاله سعاد حسن. سعاد سيادنا تزادت في اليوسفيه في 11 مارس 1958 وكبرت في درب السلطان في الدار البيضاء. صحيح ان الجمهور تعرف على سعاد حسن في فيديو على الفيسبوك كتأدي فيه امر الله بشكل متميز، ولكن علاقتها مع الغناء والموسيقى كترجع لايامات الصغر. كل حاجه كانت كديرها سعاد كديرها وهي كتغني. الحاجه اللي خلاتها تغادر القرايه من الكاتريال، الاسم الحقيقي ديالها هو رشيده الحمداوي، والحاج يونس هو اللي منحها الاسم الفني. فاش دارت 18 عام سعاد حسن بدات كتغني في محل ليلي، ومن ذاك النهار وهي كتغني حتى ولات مرات العبدي. اليوم سعاد صدرت اول اغنيه ديالها بعنوان حتى ولفتو، ومازال اعمال اخرى جايه. رشيد رفيق، العندليب، ولد سباته، الزين والتباته. الجمهور تعرف على رشيد في كوميديا وكوميديا الشوف الاولى، من بعد مشى الجارية جاري في ميدي ان قبل ما يجي الدوزيام لهنا الكي كنتي كي وليتي. في 2016 الجمهور غيكتشف رشيد في شكل جديد، بدور رايان في سيدكم لوبيرج قبل ما يرجع بدور مغاير تماما في الخاوه. الحاجه اللي ما قلتش لكم هو رشيد دار سبيكتاكل ديالو رشيد غفير ودار به المغرب كامل. مهدي سكيتو، من مواليد 1995 بالرباط. مهدي دخل يقرا المسرح فاش كانت عمره 16 عام، قرا عامين في مركز تابع لوزاره الثقافه ولعب من بعد سبعه ديال المسرحيات مع فرق مختلفه. في رمضان 2017 الجمهور غيكتشف مهدي في الشاشه الصغيره في اربعه ديال الاعمال المختلفه. باش تعرف راسك، جوج ديال الافلام داسر والله يسامح، وبطبيعه الحال الخاوه اللي لعب فيها دور خو سكينة. قبل ما ننسى، اول مره بان فيها مهدي في التلفزه كترجع ل 2003 في شجره الزاويه، كانت مازال عنده 6 سنين ومازال كاع ما فكر يحترف في المسرح والتمثيل. كانت هذه مشاهدينا صور وجدناها على الفريق الاول، سعاد حسن، رشيد رفيق ومهدي سكيتو. كي جاوكم هذه الصور بعدها؟ واعرين. واه لا اله الا الله محمد. سعاد ما زدنا عليك والو زعما، داك الشيء اللي كاين. لا شتي شي حاجه غنحيدها دابا، ما عنديش مشكل انا. تبارك الله. غير وانا حطيتو معايا هذه المضاير هذه. بارك عليا. ولا عييتي ارتاحي. لا يا رشيد غنفرش لي، جبت معايا يزار. اكيد غادي تدوز حلقه واعره والعنوان باين من هذا الشويه اللي دوزنا دابا. هذا بورتري ديال الفريق الاول، وجدنا كذلك بورتري ديال الفريق الثاني سكينة جاما وطارق، غنشاهدوه من بعد الفاصل.
مازال معكم وحنا دائما في برنامج كي كنتي كي وليتي، وكنحتفلوا ومعنا الضيوف ديال سلسله الخاوه. اكيد غادي نتعرفوا عليهم اكثر كيف ما شاهدتوا شفنا البورتري ديال الفريق الاول. غادي ندوزوا باش نشوفوا الفريق الثاني في هذه الصور ونرجعوا. سكينه درابيل الرحمانيه عندها بزاف ديال الزهر، غادي تفهموا علاش. لالا سكينه تخرجت من معهد الفنون والمسرح والتنشيط الثقافي ليزاداك في 2014. في نفس العام شاركت في اول عمل ليها البنغالو، يعني ما شوماتش. عام من بعد شاركت في سلسله وعدي في الجزء الثاني. الاداء ديالها في وعدي غادي يمكنها من الفوز بجائزه احسن ممثله مغربيه في استفتاء اجرته مجله سيداتي، وتجدر الاشاره ان المواهب ديال سكينه كثيره، وكتبقى ابرزها العود، ومن امهر الممثلات المغربيات في تحضير الرفيسه وكسكسو. هنيئا لطاقم الخاوه اللي استمتع مع سكينه. سيمو جاما ولد المدينه القديمه في الدار البيضاء. من بعد ما قرا المسرح في المعهد البلدي ديال الدار البيضاء، محمد جاما لعب مجموعه من المسرحيات وفاز بجائزه احسن ممثل في عده مهرجانات، ولكن الجمهور ما تعرف على سيمو حتى 2008 فشارك في برنامج كوميديا وكوميديا شو. من بعد الجمهور تابع الجاما في الويب في هاما دي جاما قبل ما يرجع للتلفازه في سيت كوم الخاوه. طريق برداد ولد الدار البيضاء والموزع ديال اغنيه الجينيريك ديال الخاوه. البدايه ديال طريق كانت كمغني وغيتاريست مع الفايف ستار، الفرقة اللي ساهم في تأسيسها في 1997، ولكن البداية الحقيقية ديال طريق والمجموعة ما جات حتى 2003. اليوم طريق برداد مغني، ملحن، كاتب كلمات وموزع، والحاجة اللي ما كتعرفوش هو أنه لاعب كرة القدم متميز، ومن الهوايات ديالو رياضة الجيمباز وتربية الحمام. يا سلام يا سلام، أنا بغيت نبقى على آخر صورة شفتو في البورتري هو طريق برداد. قال لك عزيز عليه ربي الحمام، ولكن كان هز الدجاجة. هذيك حمامه ولا دجاجه؟ حمامة. لا هو الحمام كيكبر ليه في يديه. ياك دونك انت نايض نايض ليه في يديه. حمامه ولا حمامه؟ دونك انت تنطبق عليك ديك عندك الحمام دايرو في دارك. عندو الحمام دايرو في دارك. الزين كاين ولا ما كاين؟ بيان سور. ياك تبارك الله عليك طارق. كيتسائل الجمهور علاش طارق برداد حاضر معنا في هذه الحلقه؟ اكيد انه الجواب شفتوه في البورتري. الوجوه اللي معنا سواء مهدي، رفيق وسعاد، سكينه وقامه شفتوهم في التلفازه، ولكن برافو 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 تبارك الله على الله. كيفاش تبارك الله؟ صفقوا على هشام. شكون اللي تيهضر معايا؟ شكون اللي تيهضر معايا؟ شعل شعل هذيك التلفازه. شعل اين التلفازه؟ هذيك اللي وراك. واش علاش غنشعلها بعدا؟ ريقل دابا تجيب الفنانه وتبدا تهبش لهم في الماضي ديالهم كي كنتي وكي وليتي. يا صاح هذا انت ما نشوفوكش كي كنتي وكي وليتي. لا شوفني مالك. لا يسار اليوم اخويا غادي ما متفقينش على هذا الشيء زعما. بلا خليها ماشي ضروري نتفق انا وياك. المهم شعل هذيك التلفازه بكل روح رياضيه نشوفوا الماضي ديالك. انا كي كنت يلا بكل روح رياضيه. بغيتوا تشوفوا كي كنت وكي وليت؟ يلا وي باغيين فيا الخدمه انتوما. يلا نشاهدوا انا كي كنت وكي وليت ونرجعوا نتفاهموا. يلا شكون؟ وطلق سخون بحال هكا. كان هشام مسرار عواد يمشي للمدرسة كيصوني على نص ساكنة كازا. شنو سميتك؟ سميتي هشام. هشام شنو؟ هشام مسرار. اش كدير في حياتك؟ بطلع نقرا. وعلاش ما مشيتيش تقرا؟ حيت مريض. مبيناش عليك اولدي حات المرض. وما الأستاذة سافتني. شنو بغيتي تولي فاش تكبر؟ عطيني عصرة ونقول بغي نولي مقدم برامج ولا سائق ساحينة ولا سوافة. زيدني عصر الله يحفظك. ولدي هشام واش غنقول لك أوليدي؟ مكتوب الله تيتصرف. ما نكذبش عليك أنا في الأول كنت باغا بنية، البنية تعاوني خويا على الزمان والصابر راك عارف شغل الدار. ولكن أخويا الحمد لله ربي عودني بعدا بهذا الوليد. الحمد لله بعد الحاجة الوحيدة فيه بعد ما يجي يجبد لك المشاكل، فهمتي أخويا وكالم. اول حاجه ما سميتوش هشام، سميتو المرضي. ملي كنقولو دري مرضي يعني ولد بار بوالديه. ومالك الحاج في راسك؟ هادي اوليدي نعاود لك بحال الخرافه. والبارح كنطل من البالكون اتجا المرضي دفعني وجاب الله وليدي الدوزي ميطاج ما كنت نتحرك. ومورا مني وقعت الحادثه الجيران بقاو كيعايروا فيه ولا الدرب تيشدوا فيه كيقولوا له مسخوط الوالدين ومسخوط الوالدين، فهمتي؟ بغاو يعقدوا ليا. ولكن هو راه ماشي مسخوط، هو راه بار، هو مرضي كيبغوا يخلقوا
نزاعات بيني وبينه فهمتي، هو الرضا ديالو. والله ما قلت ليه بشي حاجه، هما كبيره هما الناس، والله الا ما كبير وانا شندوي فيك زوين. هشام هو الاكس ديالي بحال الاكس الاكغيك والزيد وكاع لي زالفابيتيك بحال قلتي غلطه حياتي. صافي هذيك مشيت ما كلا معقول لا والو، مشيت تخطبت انا الواد عمو عبد الكبير، هي هذيك ملي تخطبت لعبد الكبير هو ما رضاش، ما دار برنامج سميتو كيكتب كيوليتي تحشي لنا في الهضره زعما عبد الكبير بزاف عليه. يسار هشام اش كدير هنا؟ ايوا 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 واش غيدير الواحد؟ شوف القضاء والقدر كيحتم عليك بعض المرات انك تعيش شي ظروف. شوف حاجه واحده بغيت نقول، انا هذيك راه ماشي امي وهذاك الوالده سمحي لي، ها الوالد الاكس ديالك الاكس هي انا عقلت عليها بالخال. شوف غادي ندوزوا لاول لعبه دابا، غادي نلعبوا كاملين لو بوزل جيرو. مشاهدينا وصلنا لاول لعبه لو بوزل جيون، الفريق اللي غيشارك فيها هو هذا كيف ما كتلاحظوا، غادي يكون مطلوب منهم في 90 ثانيه باش يركبوا لنا هذه الصوره باش غيعرفوها، غنوريها لهم هنايا كيخصكم تحفظوها، غنعطيكم 20 ثانيه كوقت باش تحفظوا الصوره وتعقلوا على التفاصيل ديالها. واش دين؟ يلا غادي نوريكم الصوره اللي لاعبين انتوا من اجلها هي هذه، تفضلوا شوفوها. هنشوف 20 ثانيه عندكم، عقلوا مزيان. المهم عقلت على المحابق. فين كاينه هذه التصويره؟ هذه كاينه في الشفشاون، مدينه الشفشاون فعلا. مدينه الشفشاون اللي تاسست في 1471 1471 هادو فقط معلومات، ما عرفتش واش غيفيدكم ولا لا، انتوما مركزين على الصوره. فيدو سكينه حتى عندها كليب على الجاي. يلا ما بقاش الوقت، خمسه اربعه شكرا ثلاثه جوج واحد ستوب. صافي تفضلوا نسرحوا اللعيبات هنايا. دوز سير الصورة ديال مدينة فشاون، واكيد مدينة فشاون جميلة تدريبة. المدينة الزرقاء واللي اسس هذه المدينة الرائعة هو الشريف علي بن رشيد العلمي، هذه فقط معلومة. علي سكينة كنذكر بانكم لاعبين على 90 ثانية. ويلي انا تلفت. هذه هنا كل يوم هذيك هنا سير تما تقات لكم 30 ثانية. لا بزاف حيد ما بغاتش تقول عطيها الويل. هلا خمسة أربعة هذه هي بلاصتها، ما كاينش هذيك هي بلاصتها. برافو برافو عليك. زيد زيد زيد. لا 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 حيد حيد هي 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 حيد هي حيد زيد 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 باقي باقي ايجي هيا هيا عشرة زيد 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 هكا جمر تسعود ثمانية سبعة ستة ثلاثة خمسة أربعة ثلاثة ستوب الجامعة كيعلن نهاية الجولة الأولى. ستوب طارق صافي أخويا صافي لا صافي ما توفقتوش برا نظفوا المكان صافي وغادي نشاهدوا. شوف البداية بدات مزيانة الصراحة، هذه الصورة باينة بأنها إحدى ولكن النهاية مبعثرة دروبة ديال الشاون، ولكن ما تمكنتوش أنكم تكملوا الصورة في الوقت القانوني. مشاهدينا دائما في لو بوزل جيون، الفريق الاول ما تمكنش انه يركب الصوره كامله، غادي نشوفوا الفريق الثاني واش غيتمكن. اكيد انه بدلنا لهم صوره، عطيناهم صوره واحده اخرى، والصوره عندكم تنتوما كذلك 20 ثانيه باش تعرفوا عليها، وبدينا من دابا. حنا غنديروا لهم الشونطاج سالينا. صافي سالات 20 ثانيه صافي سالينا. سالينا خذوا مع راساتكم مزيان. 10 2 كي دابا
صافي اخويا صافي الله يخليك صافي اشرف اسلام خليهم يعقلوا مزيان صافي اخويا صافي صافي بارك الله فيك انا نصيب الوسط يلا ستوب صافي سال الوقت تفضلوا سال الوقت سال الوقت يلا بارك عليكم اسلامي الصورة اللي غادي يلعب عليها الفريق الثاني هي مدينة وليلي أكيد مدينة الأسطورية التاريخية واللي كتواجد قرب مولاي إدريس زرهون كتمتد تقريبا على 42 هكتار يلا سعد سعيد ثانية سنة كنلعب راه ما عندك أكيد المنطقة كلها مشهورة زيت الزيتون عليلو خسر رشيد رفيق دار بحال شي مدرب غيضرب بيلانت غيضرب كفرة عليلو خسر عليلو خسر نعطيك بانيني شوت عليلو خسر ونعطيك بانيني 3 2 0 عليه ستوب هو ما دورة يلا يلا خلي انت تقرا في الدراسه شحال هادي غاشين ومصور لي هادشي شحال هادي عاد عليلو وبقيتي تما حبيبي عليلو عليلو راه ما عندك عليلو اجسد دابا عليلو عليلو هزهم ها تقول 160 160 هك 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 على رشيد تاشرون انت اتغلب اتغلب وسيلة كرسي الله يخلف على والدي هذه يا ولدي 10 ديروا لنا تلاويوي 9 8 7 6 4 3 2 ستوب 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 كانت هذه واليلي انا هي اسفي هي واليلي بياس رشيد انا متاكد كون خليتكم 3 ايام والله لا صوبت هذه الصوره هذه لا رشيد في الاول دفا هذا ما طاشرون زعما كيركز على لي غنجيب راه شويه شويه التركيز فهمتي مع صافي نعطيوك شويه الوقت صافي تبارك الله عليكم شوف كيف ما كان الحال مازال التعادل لانكم بجوجكم ما توفقتوش انكم تركبوا الصور اللي عندكم لا الصوره ديال واليلي ولا الصور ولا الصوره ديال اسفي تبارك الله عليكم مشاهدينا كانت هذه لعبة البازل الجاية وشاركوا فيها الفريقين بجوج والفريقين بجوج ما توفقوش أنهم يركبوا الصورة سكينة قلت لي إلا كانت هذه وليلي أنت هي أسفي أنا هي أسفي أسفي وهذا هو البلان اللي بغينا نهضروا عليه دابا لأنهم خاوة دازت كتهضر على مدينة أسفي وأكيد بانت مدينة أسفي في واحد الشكل وبواحد الشخصيات وبغيت نتكلم معكم واحد النقطة ربما اللي هضروا عليها الناس وقالوا خرجت شي هضره كتقول بانه الناس ما عجبهمش الحال بالطريقه كيفاش تمثلات اسفي كيقولوا حنا ماشي هذوك الناس حنا ما تنهضروش بحال هكا دونك حنا معنا الان الخوه بغينا نحاولوا نقربوا اكثر من كيفاش تعاملتوا نتوما مع هذه القضيه هي المساله اللي كانت هو ان الناس كاينين شي واحد الله يسمح لهم الناس ديال اسفي حنا مصالحين معنا من النهار الاول علاش حيت لا انا لا كمال لا رشيد لا الدراري كاملين معايا تلاقينا مع ناس في اسفي في كازا في الرباط كيقولنا شوف برافو عليكم عجبتوا عجبنا الخواه كبرتوا بالمدينه ديالنا اللي ما كان كنشوفها حتى شي واحد ودابا الحمد لله ولات مي الناس بقاو كيعقبوا على النهار الاول ولا حتى شي وحدين كيبقاو يشوفوا غير الجينيريك تيقول لك ولا الجينيريك حامض اذا انت هادشي حامض شوف السيتكوم تفرج في السيتكوم وغتفهم الناس فهموا حتى الحلقه الثالثه ولا الرابعه بان شخصيه سكينه اللي كانت في الخاوه هي ماشي مسفيويه كاع وما كتهضرش في المسفيويه فهي كانت واحد القريه ولا واحد الباديه من نواحي ديال العبده وجات سكنت في اسفي هذه يلاه عامين بيرسوناج ديال سكينه بالطريقه اللي نسمعوا منه مثلا شي سكينه لاباس انا لاباس وحق الله شكرا كي دايره كلشي بخير شكرا انا مغديه واكله وكل شيء ياكو وجيت في هاد الدوزيم هادي في كنتي كوليت ياك وجيت نشوف هاد الدراري والدركات ناري شحال دايرين العكال دابا هاد الشخصيه هادي كيفاش وصلتي لها انت يا بيان سور اي واحد اي ممثل كان معنا في الخاوه ماشي غير جاو تبنات ليه شخصيه بكاك انا شخصيا كندوي على شخصيه ديال سكينه دري صروخ محني عذبني كرفصني اشاك فوا كندير ليه بيرسوناج كيقول لي لا سي با سا سي با سا بقيت كنقلب حتى لواحد النهار وانا نعيط لبشرى ملك اللي هي الكاتبه ديال السيناريو وانا نقولها بشرى انا وحل تعاونيني في شي لعيبه كيفاش غادي ندير عندي شي لعيبات ولكن ما عرفاش فين نمشي وهي تقول لي شوفي غتفرجي في يون الشلبي ديال مصر اللي ما بيقمعش فهمتي مشيت انا يون الشلبي بديت كندير داك اللعيبه ديال تبهله ديالو ديك النيه اللي ديما هو يا نيه ولكن في التالي كيربح جيت درتها الا ماروكان وريتها لدريس
بديت كنهضر 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 ويقول لي وهذا هو البيرسوناج. قلت ليه شكرا شتايا واحد دري صروخ مخرج صافي من تما كويا تشد هو واش ديال البيرسوناج ياسو كاين. تبارك الله عليكم. في الخواه كانوا جوج ديال الفطاحيله ديال العيطه. رفيق كيفاش تعاملتي مع داك البلان كامل وداك واش انت اصلا حنا تنعرفوا ولد سباته وحنا تنعرفوا بعضياتنا مزيان ولكن باكاج ديال العيطه والشعبي وداك الشيء ما جاك شويه غريب كيفاش تعاملتي معاه؟ صراحه راه طارق راه شاف فيا كنشكر هاد السيد هذا بقيتكم تسخوا عليه بحراره طارق بن رداد لي... كامل شكرا على اختك شي حمامه واخا عاوننا بزاف حيت هو كيدير هادشي ديال العيطه والمسائل عاوني بزاف انا بعدا وقعيبر عاوننا بزاف يعني وحفظنا بزاف ديال المقاطع ديال العيطه بحال قلتي تعلمنا تما وعلمني كيفاش نضرب البندير يعني عانيت شويه في كيفاش نلقى البيرسوناج ديالي ولكن الحمد لله فاش كتشوف النتيجه والناس عاجبهم الحال كتبقى مرتاح. شنو اول عيطه حفظتو؟ عقلتي عليها ما نجبدو هذيك اول وحده حسن ياك حفظنا العيطه ديال واحد السيد ما كيموتش ملي بدينا حنا ما بغاش يموت داك السيد شكون هو؟ حسن حسن سيدي حسن 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 ما تموت شي رفعتي وصرحتي جيتي تبليني هاي ودوي هاد العيطة سول عليها رشيد رفيق سول عليها سول عليها رشيد حيت خرجت منه الصابون البلدي ياك سول عليها رشيد مزيان شنو كان المشكل واش كانت صعيبة في الحفظ في الحفظ؟ صعيبة حيت اللي كل ما عاني حسن حسن ما تموت شي وسبقوك العديان الحمراء فعفعتيني هاد الحمراء فعفعتيني لا باش نشرح لنا شنو هي الحمراء فعفعتيني الحمراء تيقولوها على المكحله فوالا فاش كيدير الطخ كتفعفع دونك الحمراء فعفعتيني وعندها علاقه بالاستعمار وبزاف د الحوايج عيطت سيدي حسن اللي طلبت تقريبا 25 عام وهي باش تجمع واللي جمعها هو نسيم حداد وجمال الزرهوني اللي كنوجهوا لهم تحيه كبيره واكيد كتهضر على حسن الاول سيدي حسن اللي كان معروف بالحملات والغزوات ديالو وكانوا حاضرين معنا هنا وهضروا لنا على هذه المساله هذه ومن بين العيطات الجميله واكيد عيطات وحدين اخرين غنحاولوا نتعرفوا عليهم معاكم العيطه معنا عرفتي فينا نتعرفوا عليهم هذه العيطات في اوركسترا العندليب الله 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 يا سلام اوركسترا العندليب مشاهدينا هي اللي غادي نلعبوا دابا معنا سامر اللي هو كان بغى يكون مغني ديال الشعبي وديال العيطه وبغى يدير عراسات وبغى يحيح حتى شي حاجه ما بغات تصدق لينا درنا كاع المور سويت با ما بغاش يخليني بروبليم شوف حنا خدينا الرخصه ديال مصطفى وقلنا بانه غادي يعطوك فرصه هنا في دوزيام كي كنتي كيوليتي باش تبين على الموهبه ديالك مصطفى وعرفني كنخدم مع هادو والله تي طلقني صافي يلا صافي ما كيخص تفضل تفضل استاذ اي الله ايه خجوني مار قلبي اللي بغا كلامار قالوا لي قالوا لي انا جيت انا جيت جوني مار ايه خجوني مار قلبي اللي بغا كلامار انا جيت انا جيت انا جيت ويا الحاج ويلي 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 ويا الحاج وعندك الفرماج يا الحاج سلام مشاهدينا الفريق الاول تميز في هذه اللعبه هذه والعندليب رشيد رفيق حتى هو تميز معاهم غادي نشوفوا العندليب الثاني لانه قام سي محمد هو اللي غادي يكون العندليب ديال هذه الفقره هذه وهو اللي غيحاول يصعب على الفرقه الاخرى غادي نشاهدوا كيفاش غيتعامل مع هذا الشيء كامل بعد الفاصل
راه مشاهدينا كيف ما كتلاحظوا رجعنا معكم من بعد هذه الوقفه القصيره. غادي نشوفوا محمد القامه العندليب الجديد، ربما شوف انا تنظن غادي يبقى معنا هو العندليب. يلا غادي نشوفوا كيفاش غيتعامل مع هذه الفرقه هذه. سي محمد واجد واجد 3 2 1 طب عاب شويه ندوقك من الكعك. ويلا كبيت الخايل على الخايلة. باش ديتو فيها والو؟ لا 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 ملي درتي كبيت الخايل كبت انت بقا انت. يلا قلت لك باغي يشدو فيها والو. يلا سيري. ولا شي حاجة زعما وما درتي حتى حاجة. ويلا كبيت الخايل على الخايلة. وي ديروا الفعيلة سيدي. وعينيه يا عينيه يا عينيه الهوى صعيب يا الحبيب. غندير معك واحد القضيه زوينه. انا غادي نسحب غنمشي نجيب الزرهوني من اسفي سيري ندوز معك هذه الحلقه ونسافر. سيري انت وخلي حسن واش تلقى وديتي شي حاجه مزيانه صاحبي. يلا ودابا شدي عمي جيبوا لي عمي مشاهدينا كانت هذه لعبه اوركسترا العندليب لعبناها بطريقه مختلفه في هذه الحلقه هذه اللي غادي يحدد لنا شكون هو الفريق اللي فاز والجمهور اللي حاضر معنا في البلاطو بالحجم ديال التصويت ديالكم غادي نعرفوا شكون هو الفريق اللي انسجم اكثر واللي كانت معاه لومبيونس مع العندليب. يلا الفريق الاول غداره انتوما غداره انتوما. يلا هذا التصفيق ديال الفريق الاول. الفريق الثاني وبالتالي الفريق اللي كيفوز هو الفريق ديال طارق قامة وسكينه. وكيفوزوا ب10 ديال النقاط تبارك الله عليكم. يلا مشاهدينا نواصلوا وندوزوا الان لعالم الصور غادي نشاهدوا كذلك صور. والله تندخل بالله. واو 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 واو. اهلا وسهلا اهلا وسهلا مرحبا. اهلا يا سلام. بونجور صافا بيان. صافا الله يبارك فيك. او كدوزوا على الفكاهيين السحاره ما كدوزوهمش؟ السحاره؟ وي الصراحه ما كندوزوهمش ولكن السلام عليكم. اهلا وسهلا. لا ندوزوهم اخويا ندوزوهم مرحبا. كنقدم لك سحرور. سحرور؟ اهلا سي سحرور. وانت شنو سميتك؟ سحار. انا سحار. انت سحار. سحار. انا هو الاب الروحي ديال كريس انجل. الله اكبر. يا سلام يا سلام. داكشي كاع اللي كيدير واخدو معدي. شنو كدير انت بعدا؟ انا اول واحد جمد الماء. جمدتي الماء؟ تبارك الله عليك. اول كيفاش جمدتي زعما؟ درتو فريغو درتو فريغو. كنجمد بالحراره. انت بالسخون كتجمد؟ كنجمد بالسخون. شنو مثلا كتجمد بالسخون؟ بيض. بزاف ديال خلصني في اللعيبه نمشي في حالي انا. بلاتي بلاتي اش اخويا اجي اش سي سحر كيفاش خلصني علاش انت ما فهمتش؟ علاش اخويا قال لك تيدير لا ماجي ماشي يدير لا ماجي انا يخلصني في ديالي يمشي في حالي اجي. لا انت ما خدامش معاه. انت بليتي انت مالك قلنا لك غنتسالي الحلقه وطني ديالي يمشي في حالي انا واش انا عمري درت لا ماجي؟ غنبداو باول لعبه. قلنا لك بليتي صحيح. قلب هادي. قلبتها ما فيها والو. اه أري العافية هنا. أري العافية أري العافية. قلنا لك عمر عطينا قدرم قبيلة قلنا لك عمر مال. شكون هادو شي شعلات الدراري الله يعفو عليه. وياك هو سحارة ويقول لي شعلة. واه 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 واو 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 يا سلام انا شوف اللعيبه ديالي قلت لك قبيل عطيني اللعيبه ديالي ماشي بحال هكا. يا سلام هذا شنو هذا؟ هذا حليب. حليب وشنو غدير لنا ليه؟ اردوا البن. ارد لينا هذا البن. فين مشات؟
غادي ندوزو اللعبه رقم 3. صحيحير صحيحير اجينا مد يدك. دابا غنبنج له يدو ما غيبقى يحس بوالو واخا تجيب شينيول او ضرب له يدو. لا بلاتي كيلك اصحاب ديال البلاستيك. لا ديال بصح. لا ديال بصح. ديال بصح. تدير راسك ما توعدتيش. دير راسك ما توعدتيش. تدير راسك ما توعدتيش. ترى وعدتي السيد هرسيني صباحو. دير راسك ما توعدتيش. تمشي بحال هادي. دير راسك ما توعدتيش. والان غندوزو الخطر الموت. انت مازال كتروب في هذاك الشيء. مالك دخل الكرطونه. عاد دخل الكرطونه. دخل الكرطونه. عاد دخل غنزيدك 100 درهم. غنزيدك 100 درهم. دخل الكرطونه. ويجي يروب البنت نروبو فيه ودخل الكرطونه. يا ربي السلام. لا 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 اي ناري تقبل حاجه. الله الله ناري ناري اي اي شمش مش مش باقي كنشوف اي واو. شتو ما هدر باقي حي باقي شكون ها خونا ما قال هذا اللعب ديال التبرعيش دك الفوق اصاحبي دك الفوق بلاتي اكد لينا الله يخليك واو شنو غتك كتيق فيا انا كل شيء يروب البن وديك الساعه نشوف حتك عتك ونخذ حتك ونخذ غندوزو الاخطر لعبه الان اخطر لعبه الان غندوزو واو 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 لا لا بطلت بطلت ها تبارك الله عليك انت صحار واعر انت غبرتيه قبل ما تقطعو عفيت قاسم جوج مرات مع زمير تخلع هاد المر صحيحير صحيحير اجي اشري هاد المسائل اللي جرب هاد السيد هذا كنعاود ناكد على الاطفال اللي تشاهدونا ما تجربوهمش في ديوركم لانه هذا فقط ان سكيتش وبالتالي نتوما ما تجربوهمش لانه هادشي كله ماشي بالصح. وصلنا لفقرة اه ولا لا. النجوم ديالنا غادي يكونوا مطالبين باش يجاوبوني على بعض الاسئلة اللي غادي نسول. إلا كانت طرات لهم كيهزوا اه، إلا كانت ما طراتش كيهزوا لا. وهذه فرصة من أننا نكتشفوا بعض الأسرار عليهم وبحال كنحاولوا نلاقيوهم مع الجمهور ديالهم. دونك الصراحة مطلوبة. واش فايت كليتي شي ملخة ديال العصا من عند شي واحد من غير والديك؟ أنا لا اه رفيق بعدا تيعجبني الاعتراف. لا لا راه هاد الصف كامل دي امبوسيبل يكون. الله يكذب عليك انا العصا. اسمع اسمع العصا اللي كليت انايا علاش قلت هاد اه باقي نتفكرها بقاو تيضربوا فيا وانا داير بحال هكا كنقول امي امي غتخر روحها يا فضل الله فاش نط بحال هكا قلت لهم بغيت نضادري ونمشي بحال هكا نضادري نضادري انا راكبين قلت لهم نضادري انا اش درتي في هادشي رفيق؟ والو ولاد الحرام تلقاو ليا قولي في الليل هشام نعم وانا هاد الملخة اللي باقي عاقل عليها هي كنت في الخامس شهادة في الخامس علاش ما تقولش شي ملخة فاش كبرتي لا علاش لا صغير كبير ما ناكلهاش هادي ملخة ديال التلفازة كبير تنطلب مليحة الوالدين عندي وليدات واخا ما كاينينش دليل باقي صغير الخامس في الخامس كان كيخليني الاستاذ كيخليني نحضر كنت انا وداك المجتهد في القسم كنجلس قدام كندير الفريقة ديال هكا كنعطي ديال القسم لا كنزيد المسطره كانت عندي طويله وتنقول لهم اشنو تفضلوا تاكلوا العصا من عند الاستاذ لا تاكلوها من عندي تيقولوا من عندك هو كنشد وكنبقى نتريني في الدراري هاك الاول هاد الثاني هاد الثالث هاد الرابع
خلاوك تخلا الله تخدينا النتيجه ديال الخامس وسالينا في الخط العام. جمعوا لك الطوطا كندور في الزنقه ما غادي نجي غير في واحد 15 واحد خارجين يلعبوا كره هما نيت يا جي نوري عطاوك المجموع تحاسبوا نورمال عطاو المعدل لا خلاو كراوي ما خلاوش شاطي ما خلاوش لا لا رافي ما تحكرش لا نورمال يكون 15 كرفصه ولي ما تكونش معنا هنا وما ديرش لا شوف الطرف ديال الصغر خير على الخيل خير جامع بين كيعرفوا فين يضربوا يلا واش فيت لك درتي شي مشكل في الدار درتي شي زبلة كيف ما تنقولوا وهربتي خرجتي من الدار خفتي وهربتي لا رفيق ديما هز تقريبا بحال لا ميم شوز بوغ بوغ انا كاين جاو عندنا الناس فهمتي الجمعه كسكسو اللعيبات وواحد عمي بحال هكا كنحتارمو تما في الدار وكذا وانا واحد اللعيبه يلاه شاف الزنقه وبغيت نطبقها فيه فهمتي كتبغي تجلس كتجر ليه كرسي وبغي يجلس انا نجر ليه كرسي ويتسرح تحت صافي شوف كاين الزبايل الاطار وي تقريبا وداك الشيء الجمله اللي هيتي عليها بالاول غندير معاك واحد التحدي رفيق في هذه اللعبه كلها جاوبني بالفرنسي parce que déjà attends attends la question الموالي واش تبغي ولدك يخدم الخدمه ديالك في اطار الفرنسي رفيق لا parce que صافي نو parce que سالينا فهمنا وي اكزاكتومون بوين voilà ce qu'elle veut faire parce que les déjà travaillé pour ici effectivement c'est mal la même chose frère ça va ça va ça va ça va ça va voilà ce qu'elle veut faire واضح سعاد علاش اولا وي هي تبغي ولدها يخدم انا نبغي ولدي يكون فنان علاش لا ياك اولا الفن جميل كاين رسام كاين ممثل كاين مطرب كاين مهرج كاين علاش لا حيت انا من نهار اللي خلقني الله لا حفاظه لا قرايه لا والو ملي سخروني البركه الله الله هذاك الانسان كتقولي الله يعطيك غدر بتي منين جبتي هادشي ما قريتي ولكن ما قريتيش وصلتي للكاتريام وصلت للكاتريام داروا برميل ديال برميل ديال ما باش يكاليوني باش غنقرا داير لي العرقه بقاي شكرا لاله سعاد تبارك الله عليك والله يعطيك الصحه وحنا في هذه الحلقه مازال غنكتشفوا مواهب اخرى لانه جا الوقت الان فين غادي نلعبوا كاملين بلومبي مشاهدينا اللعبه ديال بلومبي غادي نشوفوا شكون هو الفريق اللي غيعمر اكبر قدر في هذا السطل كيف ما كتلاحظوا الان غادي يكون مطلوب منكم باش واحد غيتكلف غيخوي الماء والاخرين خصهم يصاحبوا الماء تيوصلوه للسطل تما القادوس فيه بزاف ديال التقابي ثلاثه جوج واحد دب يلا 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 عاود ما تهز القادوش سير قدسطل 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 سير 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 واش سير 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 قلت لكم 30 ثانية أنا قبل البحر لا يرحل أنا بعدا خصمي جلالة ونصير عشرة سعود ثمانية سبعة ستة ثلاثة جوج واحد ستوب سيديكم ستوب 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 تبارك الله عليكم هي حمار وتخضر يا وليدي ستوب تبارك الله عليكم انتهت اللعبه وصلنا للنهايه ديال اللعبه غادي نشوفوا شكون هو الفريق اللي تمكن انه يعمر اكبر قدر ديال الماء وكيبان ليا بانه الفريقين بجوج عمروا السطل والفريق ديال سكينه درابيل
تمكن انه يبدا يعمر السطل الثاني. مشاهدينا كانت هذه لعبه ديال بلومبي، شاركوا فيها الفريقين بجوج، والفريق اللي فاز هو الفريق ديال طارق جاما وسكينه. وبالتالي فازوا تولت عندكم 20 نقطه مقابل 0 نقطه. صلاه وفرحان. دابا راه جاب النتيجه مزيانه. دابا جاب زيرو. واش شفن؟ كاع الزيرو ضربهم في الخاوه، راه هو جابهم. كيفاش هاد القضيه تعجبك الشفنج هادي؟ السيكونس الاولى اللي كانت عندي غادي نضرب كيلونس ديال الشفنج كليتي بوحدك. والله حتى كان بنين ومقرمل، عرفتي داك اتاي بالتخليطه وسخون وداخل ما فاطرش. في البريز الاولى تكلت كيلونس وعاودها هو شي سبعه المرات. يلاه سبعه كيلونس. شنو هادشي؟ ما عرفتش واقيلا فاش كنت تلقد شي مشكله اخوان في الصوت. لا دي جي خصو يوقف. تذكرت كيفاش ماشي انت بلاتي وقف. لا الله يرحم الاخوان. شكون هذا؟ ايه زيد زيد. اهلا وسهلا. اسمي خالد. سميتك خالد؟ مرحبا. واش شنو دابا؟ شنو بغيتي زعما نورك هنا؟ ايوا واش غيطرى؟ ندير بلاي. يلا سير. ستوب ستوب ستوب. مزيان هادشي هذا، حتى الواحد يديك معاه للدار بخير والله العظيم. بلاتي اش بغيتي؟ اش قلتي سكينه؟ والله الا ليت كاين واحد البطونه شعبي شعبي. ايوا هلا واه هلا واه هلا واه هلا واه هلا واه. ستوب. تبارك الله عليك ومرحبا بك فيك. انت كي وليتي تصفيقات كبيره على خير غادك التليكوموند ديالك. الله يعطيك الصحه. يا سلام. كي جا اهلا. شكون عاوتاني؟ اهلا وسهلا. الله 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 الله. سي زريبيخ هذا كيداير؟ كيداير السي زريبيخ؟ لاباس بخير. كلشي بخير. شحال بالخاطر عاوتاني جيتي؟ عار الله انا عارف راسي قاش جرت حليب وبزاف. ماش ما تقولش لي عاوتاني جي. خريبيخ خريبيخ خريبيخ. مالو عاوتاني؟ راه بغى ينتحر ليا. بغى يطيح لي. علاش ياك لاباس؟ مشينا نخدموا واحد الطفله. اييه قالت لي انا خاصني ممثل. كيف هو راه ما يصلحش يدير التمثيل؟ هو ترى تدرب راه ولا يطير في التمثيل. خريبيق. لا وخريبيق خريبيق. وي هو كان كيحشم شويه شويه الحشمه اللي بقات باقي فيه غير شويه الحشمه. وهو جاي حشمان من دابا هذا. لا تزيد لينا خريبيق زيد. سي خريبيق اهلا سي سلم على عمك. اهلا سي سلم على اخوالك. سلم على اخوالك. لا لا باقي لا اصدقائك الفنانة غيولي فنان. لا باقي كيحشم باقي كيحشم. ولاني راه غي زيد 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 حيد الحشمة. سلم على عمامك واخوالك في الميدان. لا ذاك كيحشم كثر من القياس هذا. كيولي شوية غتحيد غيتونسو. تزيد لهنا هذه الفرصة عندك راه كتفرج هي دابا. شوف ما تحشمش ترى عمامك هنا. ترى عمامك هنا. ترى عمامك هنا. شوف دير ليهم سكينة. دير ليهم سكينة. دير ليهم سكينة. الله ولا شوف سي زريبيخ راك عارف التمثيل كيبغي شويه ديال الزعامه وتكون عارف. لا باقي باقي هذا. دير ليهم رشيد رفيق. تبارك الله عليك. شوف هذا التفاعل ديال الجمهور زاد اكد لي بانه فنان. تبارك الله عليه. هو ما خصوش يبقى يحشم بزاف. لا شوفوا انا ما فهمتش واش كيدوخوا الكار ولا ما عرفتش. راه كيطير عندنا في الدار. ياك كيطير واش كيشوفوا الكاميرات وربي لما يجيو يديروا البرنامج عندنا في الدار ان شاء الله. السي زريبيق ان شاء الله كراسه صافي. السي زريبيق شوف كون هاني. شوف غدي خريبيق وسير تشوفوا بيا. تبارك الله عليك. تبارك الله عليك. مشاهدينا خريبيق وزريبيق كيف ما لاحظتوا ولا البرنامج ديالهم كيجيو فوقاش ما بغاو. دابا كيف ما لاحظتوا حلقه شاخده كيف ما تنقولوا. الضيوف ديالي متحمسين ناشطين كثر من القياس. انا غادي نعاسهم دابا. كلكم كتسولوا كيفاش
بالهيبنوز بالتنويم المغناطيسي. غادي نشاهدوه مع ياسمين رايز بعد الفاصل. مشاهدينا من بعد هذه الوقفه القصيره رجعنا معكم، وحنا دائما في كيك انتيكي وليتي مع نجوم سلسله الخاوه. اكيد كندوزوا وقيته رائعه، وكيف ما وعدتكم قبل ما نمشيو للفاصل قلت لكم بانه الضيوف ديالي شويه جايين اون فور، دونك غادي نعسوهم شي شويه وغادي نطلب منكم باش تستقبلوا معايا كاملين ياسمين رايز. ياسمين رايز اهلا بك، مرحبا بك، انت وليتي ولد الدار. انا تشهيت نشوف سكينه درابيل. لا ما بيتاكلش معايا. شنو غادي نديروا ياسمين رايز، شنو غتقدم لينا في هذه الليله؟ بارفي. الوغ فوالا، ملي كنا في لي كوليس جي تيستي وشفت ما بين لي زارتيست ديالنا لي ستار ديالنا شكون اللي غادي لا كونيكسيون غادي تدوز مزيان، ودابا غادي نشوفوا لو ريزولتا. يلا تفضل. غادي ناس تجي نستريح. سيمو صافا بخير، كلشي مزيان. غادي يجمع رجلو مع بعضياتو. تري بيان. يدنا يدنا، غادي تسعلي راسك واحد شويه. فيكس ماما، شوف يدي، كل ما يدي غادي يبدا تقرب من عينيه غادي يبدا يدخل اوتوماتيكمون في ليتا هيبنوتيك باسكو ديك لو مانيسيزم كيدوز. شوف مزيان 1 2 اي 3 دور بروفونديمون تري بروفونديمون، كتشوف كيفاش ان لي موسكل ديالو كيتسرخاو كومبليتمون كيزيد يدخل في ذاك الحاله دو بلوز اون بلو دو ميو. صباح على خير اخويا الكامل. سكينه صافا؟ ياسي الو غادي نجمع رجلك ماما ديالو يديك هنا هنا هنا. فكرني فكرني شنو كدير هنا، شنو جيتي دير اليوم؟ كي كنتي كيوليت كان دي طون دو ريلاكسي كتزيد تدخل في ذاك الحاله دو بلوز اون بلو دي ميوزون. كتشوفوا كيفاش انه كيدخل في ذاك ليتا هيبنوتيك. رشيد صافا؟ الحمد لله. غادير واحد اليد هنا واحد اليد هنا، جمع رجلك ماما ديالو غادي تسعلي راسك واحد شويه. اتونسيون 1 2 اي 3 ناس كان ديتوندو اي ريلاكسي كتزيد تدخل في ذاك الحاله دو بلوز اون بلو دو ميوز اون سكينه. هي 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 لا كمل بهذوك الكاما هيبنوتيزي مهدي تا هو رشيد رفيق بخير كلشي مزيان الحمد لله. خليك واقف خليك واقف اولي انا خليك واقف. لا لا خليك انا فيكس فيكس لو دو ديالي هنا نفس مزيان جمع رجلك لا تنشهد. اي اتونسيون 1 2 اي 3 دور بروفونديمون très profondément que tu te trouves avec le de plus en plus de mieux en mieux on se relève. Yes salam. Yes salam. غادي نبداو هنا. Alors attention. هاد السيد هذا ملي غادي يفيق مهدي مهدي une fois غادي تبغي تتكلم معاه غادي يجيه الفوغيغ 1 2 et 3 مهدي يقدر يفيق هنا. مهدي اجمع. يلا مشاهدينا غادي نواصلوا الان البرنامج ديالنا. يلا مشاهدينا غادي نواصلوا الان برنامج كيف كنتي اشري. اتونسيون 1 2 3 نعس كان ديتون دو ريلاكسي كتخوف داك الحاله دو بلوز اون بلو دو ميوز اون بلو. يا سلام. سيمو غادي نبروغرامي انه اون فوا غادي يفيق غادي تعيطوا لان انت محتاجه ضروري يجي عندك تما، ولكن غادي يكون امبوسيبل انه يفيق. علاش؟ لانه غادي يكون كولي غادي يكون لاصق مع الكرسي ديالك. ما تقدرش ينوض يجي لعندي لهنايا امبوسيبل انه يجي. 1 2 اي 3 لاصق تقدر تفيق تحل عينيك مي لاصق امبوسيبل انك. يلا مشاهدينا غادي نوصلوا الان البرنامج ديالنا، وكيف ما كتعرفوا جا الان الوقت اللي غادي نستقبلوا فيه كاملين تحت تصفيقاتكم سي محمد الكاما. غادي نطلب منه باش يجي عندي. كاما تفضل معايا باش نتعرفوا اكثر على كاما. اجي عندي او كون دو 3 غادي يولي كلشي عادي وغصدر انك توقف وغادي تخرج من لي تايب نوسيك 1 2 اي 3 خطير هذه المساله. نقدروا نصفقوا عليه. تبارك الله عليك كاما. علاش جيتي عندي دابا؟ تقدر تشرح لهم كيفاش كنتي كتحس؟ كيفاش كنتي كتحس؟ قلت لي اجي عندي، ولكن انا كنت بغيتك قبيله تجي عندي. دابا ما كنسمع وما قالتش نجي عندك. يا سلام، برافو ياسمين رايز وبرافو سيمو كاما. الوغ اتونسيون، دابا غادي ندوزو رشيد رفيق. رشيد رفيق او كونت دو 3 ملي غادي يفيق وغادي ينوض، اي واحد غادي يشوفو هنا في البلاطو غير غادي يشوف شي فيزاج شي واحد اللي حداه اللي في البوبليك، اي واحد غادي يجيه العصب. يعني هنا كنمشيو لي زيموسيون. Très bien, alors attention, Rachid va faire au compte de 3 avec l'exercice de la subquête là. 1, 2 et 3, rêver. Faire. Détendez, relax.
عيط له يجي لك. رشيد تفضل معايا، تفضل معايا رشيد. اهلا رشيد، صافا بخير؟ مزيان. علاش كتسلم عليا بحال هكا؟ علاش ما فهمتش؟ ديك لاصاب كيتزاد دو بلوز اون بلوز. سلمتي عليا بحال هكا ونسلم عليك بحال هكا. ديك لاصاب ديال لاصاب كيتزاد. ولكن راهي جامع ما عرفتينيش. وزعطة. شوف رشيد. شوف ما تهزش عليهم. أنت عزيز عليا. ما تهزش عليهم، ما تهزش عليا يدك، يدك ما تهزهمش عليا. دو معايا. ما تهزش يدك واخا سير هضر غير مع قامة يلا ها قامة واش انا ما تنعرفوش علاش ندوي معاه انا ها سي سي حلوه الشيء هذا الشيء اللي كنعيشوا هنا حقيقي 100% كيفاش لا غاتونسيون ناس كان ستون دو ريلاكس كتزيد تخوف ديك الحاله دو بلوز اون بلو دو ميوز اون ميوز تري بيان لا غاتونسيون هشام اون فوا غادي تقول رشيد رفيق انه يرجع لبلاصتو غادي يبغي يولي بلاصتو غادي اون فوا غادي يجلس على الكرسي ديالو غادي يحس بحال اللي كيركلو الضو اه ما يقدرش يجلس غير يجلس غير يحس بحال ضربو الضو الوغ اتونسيون رشيد رفيق الشيء اللي قلت لك كامل بروغرامي 1 2 3 ريفي اهلا رشيد صافا خويا كلشي مزيان وبغيتي تقول ما فهمتش اه بخير كي داير سلم عليا دابا شكون انا هشام سراج عزيز عليك ولا لا عزيز عليا يلا تبارك الله عليك رفيق تفضل خذ المكان ديالك مرحبا بك وغادي نواصلوا مشاهدينا برنامج كي كنتي يلا رشيد تفضل رشيد رشيد تفضل غنصوروا اخويا لا شي العيبه لا لا رشيد اش اش عندي اش عندي رفيق مالك اخويا اش واقع والو شي العيبه تما كيفاش شي العيبه ما حيد بلاتي بلاتي الله مالك اش واقع وبالك والو يلا ريح انت وهذاك الضو غادي يتزاد دو بلوز اون بلو ديك الضو غادي يتزاد خلينا نكملوا الله يحفظك راه معطل الضو غادي يتزاد دو بلوز اون بلو يلا مشاهدينا غادي نواصلوا البرنامج ديالنا ورشيد رفيق غيلتحق بالمكان ديالو اتونسيون رشيد رفيق فيكسيني مزيان في عينيه شوف فيا مزيان رشيد رفيق او كونت دو 3 ملي غادي نحسب حتى 3 كلشي غادي يولي نورمال 1 2 3 يا رشيد برافو عليك تفضل خذ المكان ديالك خاص جلس نورمال تبارك الله عليك رشيد غادي نتمكنوا اننا نكملوا البرنامج ديالنا غادي نشوفوا سكينة غادي نديروا مع سكينة خليني بحالك الوغ اتونسيون سكينه غادي ناخذ كونتاكت مع لو سوبكونسيون ديالها نعم في الميموار ديالها غادي نبروغرامي ان عمرها ما لعبات شي شخصيه ديال سكينه 1 2 3 فيق كان ديتوندو ريلاكسي وهشام تقدر تكمل الانترفيو ديالك يلا تبارك الله عليكم شكرا يا سمورايز غادي نواصلوا الان ومعنا كيف ما كتلاحظوا حلقه خاصه بسلسله الخاوه واكيد بطله من الابطال ديال السلسله اللي هي سكينه درابيل وتميزات بالدور ديالها اللي هي سكينه مرات المصطفى وكانت كتهضر بواحد الطريقه غادي نحاولوا نتفكروا معها الشخصيه سكينه تبارك الله عليك تميزتي في الشخصيه ممكن تفكرينا شويه كيفاش كانت كتهضر سكينه في 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 الخاوه في وعدي نعم لا الخاوه الخاوه وعدي داز قبل من الخاوه من مورا وعدي لعبتي الخاوه مرات المصطفى سكينه لا ما عارف واش اونكوب ولا باقي يمكن ما فهمتش عرفتي كنحس راسي ثقيله وما كنفهمكش علاش كتهضر اصلا سكينه حنا مجموعين لانه سلسله الخاوه مهدي 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 مالو مهدي هو معنا حتى هو كان في الخاوه عرفتي الخاوه شنو هي تبقى لي الخاوه ولا الخو شوف انا اخر حاجه لعبتها كانت علاش انا كنهضر كثقيل شنو هي اخر حاجه لعبتيها مسلسل وعدي الجزء الثاني كانت فيه دور ديال لا ولكن مسلسل وعدي كان في 2016 الخاوة كان في 2017 اتونسيون سكينه شوفي مزيان او كونت دو 3 غادي تنعس بروفونديمون 1 2 3 عس كان ديتوندو ريلاكسي نسات كومبليتمون بحال ما عمرها ما لعبات شي حاجه سميتها الخاوة سكينه لي ميموار كل لي سوفنير كلهم كيوليو لا ميموار ديالك 1 2 3 وصل انك تفيق كان ديتوندو كتفكر كلشي لي موندرو ديتاي بيان اتونسيون مهدي Au compte de 3 à 10 faire, Mertzah, quand détendu, 1, 2 et 3. Quand détendu, relax. Très bien. Ça va? C'est le premier MZF. Bravo, Alex, Yasmurais. Au soukran. يلا دابا غادي نكون نطلب منكم باش تفيقوا معايا وتكونوا في كامل القوى العقليه ديالكم لانه دابا غادي ندوزوا لاخر لعبه في البرنامج تحصل ولا تغني
مشاهدينا حلقة متميزة، غادي نختموها بآخر لعبة تحصل ولا تغني غادي يشاركوا فيها الفريقين بجوج. غادي نبداو بالفريق اللي عنده صفر نقطة. الله أكبر. ياك والحرف الأول اللي غادي نبداو به هو حرف الواو. واو 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 كون كان عندي الفرادة، واو 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 كون كنت في الحسادة. وداها وداها والله ما خلاها، وداها وداها والله ما خلاها. أو ما لولو تم شكيت أنا. يا سلام. أو ما لولو أو ما لولو تم بكيت أنا. نون. أنا بعدها مقبل. نون ماشي أنا. نون. من السماء علينا الهوى في مفرق الوادي، يا هوى دخل الهوى خدني على بلا بلا. لم. لا 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 يا لا 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 دني 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 حبي جو بغاني عيني في عيني بهوى هي للل يا سلام يا عيني ويا ليلي لم عيني لم لم لا عيني لا لم لم لولا الملامة يا هوى لولا الملامة الماء الميم ملي 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 هكذا هكذا ملي 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 هكذا دل حي عليا ليا يا رايح وين تروح يا ودي هاد دول عباد الغافل قبلي قبلي لي شو اللي غاروا مني وقالوا لي مش عاجبك فيها هاي 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 عم تشوف الشعر رجعوني عيني يا سلام الايام اللي راحوا يا سلام علمونا ندم الله الله على الماضي وجراحه الحق الحق حبيبة مالي ويا غالي ويا غالي الله على سبح فخري كل عمري يا عمري يا عمري يا سلام مش خسارة في فيك كلموني تاني عنك فكروني أول مرة كي كنتي كي وليتي كنحصلوا في هذه اللعبة هذه ما كتقاداوش حافظين برافو عليكم وغادي نحسبوا التعادل في هذه اللعبة هذه الفريقين بجوج وبما أنه التعادل وأخيرا الفريق مهدي مهدي واخا التعادل راه نتوما خاسرين هلا واس ديلا واس هلا واس هلا واس هلا واس هلا واس تبارك الله عليكم بالتالي استحقيتوا الميداليات ديال كي كنتي كي وليتي طريق سحقتي الميدالية ديال كي كنتي كي وليتي برافو عليك جاما بطل كي كنتي كي وليتي سحقتي كذلك الميدالية سكينة علي سكينة علي تبارك الله عليك تفضلوا معايا تفضلوا معايا هنا يلا مشاهدينا حلقة متميزة شكرا نجوم سلسلة الخاوة شكرا لأنكم خليناكم تربحوا عطيني ناموس يو بغيت نربح ويلي يا اختي ويلي شوف شوف الزربه بالزربه احتراما للسيده هذه يا سلام كما بروح رياضيه بروح رياضيه تبارك الله عليك اشوفني مع مع رياضيه يلا مشاهدينا وصلنا النهاية ديال الحلقه ديالنا ديال اليوم حلقه متميزه حلقه فيها بزاف ديال الحماس والامبيونس وكنتمنى انكم تكونوا استمتعتوا معنا شكرا نجوم سلسله الخوا شكرا الناس اللي خدموا على هذه السلسله وما وفقهمش الحظ انهم يحضروا معنا في بلاطو كي كنتي كي وليتي بدايه الموسم هذه اول حلقه تفرجتوا فيها مازال بزاف ديال المفاجات وموسم ان شاء الله غيكون متميز من برنامج كي كنتي سلام عليكم